الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 71 من مجالس مختصر القراءة في مختصر تفسير القرآن الكريم من تصنيف جماعة من علماء التفسير المعاصرين وتحت إشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية، ومع سورة الحديد، وقد أخذنا بعض آياتها، وهي سورة مدنية مقصدها يدور حول تقوية الإيمان والدعوة إلى الثبات في الدعوة والجهاد في سبيل الله، وتخليص النفوس من عوائقها، والحث والترغيب على النفقة وفي النفقة في سبيل الله. نعم، أخذنا بعض الآيات ونواصل ما تبقى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وفي الأرض في 6 أيام ثم استوى على عرش الآية، أي هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، فهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم على وارتفع سبحانه على عرشه. يعني هو قادر أن يخلقها في إنما أمرنا لشيء إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقوله أو أمرنا أن نقول كن فيكون، لكن خلقها في 6 أيام بدءا من الأحد إلى غاية الجمعة. هذه لها حكمة، التريث، تعلم التريث، الإتقان، التدرج، لكن الله تبارك وتعالى قادر يخلقها بقوله كن فيكون، وتكون في غاية الإتقان كما هي، لكن من الحكم قال العلماء هو هذا الذي ذكرت. نعم. ثم على وارتفع سبحانه على العرش، ثم استوى على العرش، على وارتفع، على وارتفع، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذه عقيدة المسلمين قاطبة وعقيدة الأنبياء قاطبة، ولا يخالف في هذا إلا من ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة. والقرآن الكريم مليء بالدلالة على هذا المعنى، وأن العلو والارتفاع ثابت لله جل وعلا. أما صفة العلو فهي صفة ذات، فهو العلي العظيم، وأما صفة الاستواء فهي صفة فعل ثابتة لله جل وعلا. نعم. وقد فسر السلف استوى بمعنى على وارتفع، وهو ثابت عن أم سلمة، وثابت عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي الشيخ مالك، وثابت عن الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وثابت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقال جماهير السلف استوى بمعنى على وارتفع، وليس في اللغة استوى بمعنى استولى. والبيت المذكور من بعضهم هو بيت مختلق ملفق لا يثبت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا بيت مختلق لا وجود له، ولم يقله أحد ممن يثبت عنه، ولا في سنوات الاستدلال بلغة العرب. فجمهور السلف على أن صفة العلو لله صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل ثابتة، ولا يجوز أن نقول استوى بمعنى استولى. إذن قبل أن يستلي الله عنه، من الذي كان مستوليا عليه؟ لا، قالوا استيلاء غير مسبوق بالغلبة. خذها قاعدة، التأويلات والأحكام التي يكثر فيها الاستثناءات دليل الضعف. استوى بمعنى استولى، قلنا الاستيلاء يعني كان مغلوبا، قالوا لا، استيلاء غير مسبوق بالغلبة. خلاص، قل استوى يليق بجلاله وعظمته،
وانتهى. نعم. علوا يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم أيها الناس بعلمه لا يخفى عليه منكم. وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وسلطانه وتأييده سبحانه وتعالى، وليس وهو معكم كما يقولون الله في كل مكان، بل خطأ. الله في كل مكان بعلمه وسلطانه وقدرته، ومع المؤمنين بتأييده. ولهذا من الأخطاء الواردة في الفيلم بتاع الرسالة هذا، الذي هو مليء بالأخطاء، ها، أن أبا سفيان كان يقول لبعض من آمن من العبيد أو من بعد من جاءه: إن محمدا وصاحبكم يقول الله في كل مكان، يعني الله موجود هنا وهناك وهناك وهناك. هذه لم ما قالها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قوله تعالى: وهو معكم، أي بعلمه. وهذا ليس من التأويل، بل إن الله تعالى كما سيأتينا في سورة الحشر، سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبه بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. إلا وهو معهم، قال الإمام أحمد: بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على أنها معية علم. نعم. وهو معكم بعلمه. نعم. وهو معكم بعلمه لا يخفى عليه منكم شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض، الآية أي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده ترجع الأمور، ويحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم. نعم. قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الآية أي يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة، وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء، فينطلق الناس إلى أعمالهم، وهو عليم بما في صدور عباده، لا يخفى عليه شيء منهم. يغشي الليل النهار، والليل إذا يغشى الضحى، الليل إذا سجى يغشي الليل النهار. ولهذا هذا يدل على أن المعنى الأرجح في قوله تعالى: والليل إذا عسعس، أي أقبل وليس أدبر، لأن جميع مواعظ القرآن ذكر فيها غشي الليل، دخوله. والليل إذا عسعس، عسعس أقبل وأدبر، فيترجع أن المقصود عسعس بمعنى أقبل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ودخول الليل. نعم. أنا هذاك الحديث. نعم. لكن في الآيات هو هذا. نعم. قالوا تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، الآية أي آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه. فما عندك من المال استخلفك الله عليه، هو مالك ملكا، ملكا مقيدا تابع لملك الله. وإذا أراد الله عز وجل أن يسحبه منك سحبه، ولكن من تقدير الله عز وجل وعظمتي وفضل العلم أن الله تعالى كتب أنه لا يسلبك العلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، وفي رواية يقبضه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض الله. دل على ماذا؟ أيهما أفضل؟ العلم وليس المال، العلم وليس المال. وهذا من مكارم وفضائل العلم أنه لا ينتزعه الله تعالى من صاحبه إلا إذا كان صاحبه انتزعه منه. واتل عليهم نبأ الذي
آياتينا وآيتنا فانسلخ منها، هو الذي انسلخ ولم تنسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم. أي نعم. فهذا العلم هذا من فضله. نعم. قال تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة. قال تعالى وما لكم لا تؤمنون. جمع بين الإيمان والإنفاق، هذا عظيم. يعني إيمان تصديق وإقرار بالغيب، ومن علامات الصدق فيه الإنفاق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان دليل على صدق الإيمان. نعم. قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم الآية، أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه، وقد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين. ولفضل الصدقة وكونها برهان الإيمان، فالله تبارك وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا يأخذها بيمينه ولو كانت قليلة لكن طيبة ويربيها لك. نعم. قال هنا وما لكم لتؤمنوا بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، الله تعالى أخذ ميثاقكم. نظير هذه الآية ما هي؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا المقصود. نعم. قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الآية، أي هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات يخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا. هذا من فضل القرآن الكريم ومن فضل آيات الكتاب. هو الذي ينزل على عبده ووصفه بالعبودية في حين إنزال القرآن، دل على أن لفظ وصف العبودية من أعلى مقامات الدين كما قرره شيخ الإسلام تيمية في رسالة العبودية وغيره من أهل العلم من قبله، ليخرجكم من الظلمات. فالقرآن الكريم يخرج الإنسان من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وهذا من رأفة الله ورحمته بالعباد أن أرسل نبيا هاديا وبشرنا. قالوا تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار، أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله بعد فتحها في سبيله بعد فتحها وقاتل الكفار، وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. الحسنى هي الجنة، الزيادة نظر وجه الله، وهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان، فمن أنفق قبل ليس كمن أنفق بعد، وكلا وعد الله حسنى، ومن آمن قبل ليس كمن آمن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والذين قاتلوا من قبل ليس، وهذا دليل الأفضلية ودليل الأسبقية والفضل بالأسبقية، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود لما قال يا أم القومة أكرامك تبعي، فإن كانوا في ذلك سواء فأعلموا بسنة، فإن كانوا في ذلك فأقدمهم، فإن كانوا في ذلك فأسبقهم، أو قال الكبار. نعم. نعم. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الآية أي من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفا وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة. من فوائد الآية أولا المال مال الله والإنسان مستخلف فيه كما ذكرنا، هذا واضح. زيد. ثانيا تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال البر، هذا فيه الأسبقية فيه فضل، فيها فضل. نعم.
ثالثا الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بما قلنا أن علم الله في كل مكان، الله في الله معنا يعني بعلمه، لكنه في السماء. أي استوى على العرش. نعم استوى على العرش، على وارتفع، وهو عال فوق سبع سماواته، كما جاء في أحاديث كثيرة أن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. قالت زينب زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بالذي قضاه الله، حكم الله من فوق سبع سماوات. حديث كثيرة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ما الذي يخسف الأرض؟ الله تبارك وتعالى في السماء ماذا؟ على وارتفع عليها، إلى غير ذلك من الحديث. ابن القيم يقول وجمع في كتابه اجتماع العيوم للجلوس النبي 1000 دليل وأدلة أكثر من ذلك، على هي عقيدة راسخة ثابتة. ولهذا موسى كان يدعو قومه، ومما ذكره لفرعون أن الله تبارك وتعالى وين؟ في السماء. لو قال في كل مكان لقال أين ابحثوا لي على عن ربي موسى، لكن ماذا قال؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أسباب السماوات أطلع إلى موسى الذي قال لي موسى أنه في السماء فوق سبع سماوات. هذا هو، فهي عقيدة موسوية محمدية. حديث الجارية أين الله؟ قد في السماء. حديث كثيرة جدا. أيوه أن الله في السماء، والفطرة هذه لماذا لم تكن من قبل؟ بل أخذها من دعوة موسى، من دعوة موسى، ولا شك أن الفطرة تدل على ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.